اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الرجيل. اليوم اعزائي المشاهدين بدنا نستعرض هذا الراس اعزائي المشاهدين بيقولوا له الراس البركاني او معمول من المواد البركانية او من الفخار البركاني. اوكي، مثل ما شايفين هون، هل هو عن جد ممكن يكون معمول من المواد البركانية؟ اوكي، هلا بطبيعة الحال انا بتحفظ عن هذا الموضوع. اوكي، بس ولكن المادة يلي فيه، شوفوا مادة بتحسوا بخشونتها نوعا ما. اوكي، هل هذا الراس جيد ولا منه جيد؟ شوفوا يا جماعة، انا هذا جربته، اكيد منه افضل من الراس اللي حكيت لكم عليه قبل، اللي هو هذا الراس الايطالي. اوكي، هذا الراس هو الافضل طبيعة الحال. اوكي اعزائي المشاهدين، كمان ما تنسون من لايك وشير والسبسكرايب، وتابعوا قسم الطلبيات وتابعوا قسم المعسل، لانه القناة مؤلفة من اقسام، وحالكم الوحيد دائما مثل ما قلت لكم، لاي مشكله عم بتعانوا منها بالارجيله هي طلب الارجيله المعدله. اللي ما بيعرف الارجيله المعدله هي هيدي يلي سعرها 1600 دولار، هي الحل النهائي. طبعا هيدي الارجيله مثل ما قلت قبل هي حصريه، ولا ممكن حدا من اي 7 مليار بشر انه يصنع مثلها الا انا طبيعة الحال، لانه هي معدله تعديل خاص. اوكي، ما في مثلها، ما في شيء ابدا. هيدي الارجيله بتطلبوها عبر الواتساب، تحكوني على الواتساب بتطلبوها مثل ما شايفينها. شرحنا عنها اكثر، نحاس الاحمر الاوروبي الفرنسي الاصلي، التطعيم، التنظيف، الراس، النبريش اللي بكون نحاس احمر من جوا، وتفاصيل كثير كثير حكينا عن هذا الموضوع. يعني ثلاث ارباع القناه حكي عن الارجيله، لانه هي الاساس، هي الحل. هلا رايي بهذا الراس، شوفوا يا جماعه، انا جربته واعطاني نتيجه حلوه وارجلت فيه وطيب والبتكني. اوكي، بس ما مثل ما قلت على الراس الروسي قبل هذا الراس، انه بتاخده كحدا فاشن شو، يعني حدا بشكل جديد، حدا عم يعمل هيك شيء جديد، بس ما بتاخده بجديه. اوكي، الراس الايطالي اللي قبل هو اللي بتاخده بجديه، هيدا ما بتاخده بجديه، هيدا شيء جديد عم بتغير كذا. اوكي، ماشي حاله، بيتمرق تمريقه، بيتمرق. اوكي، هل انا بنصح فيه ولا لا؟ يلي بحب يجربه، بس ولكن على الفاضي، يعني هذا تجربته على الفاضي. تعرفوا شو وين المقتل مثل ما بقولوا بهذا الراس بالتحديد؟ انه غميق من جوا، بس ولكن ليك قد صغير، شوف قد المساحه. اعزائي المشاهدين، بنهايه هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير والسبسكرايب، بتشكركم كثير لمشاهده هذا الفيديو، وباذن رب العالمين دائما الى اللقاء.